ثلاثة أسباب تدفع سكان شمال غربي سوريا إلى عدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا. رغم تفشي فيروس كورونا في هذه المناطق وتصاعد عدد الإصابات بشكل يومي، لا يزال السكان هناك غير ملتزمين بإجراءات الوقاية. فما هي الأسباب التي تدفع السكان إلى كسر الإجراءات الاحترازية من الفيروس؟ أولاً الحاجة إلى تأمين مستلزمات الحياة الأساسية، فمعظم السكان المقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين ونصف نحو نصفهم نازحون لا يمتلكون سبلا للعيش ما لم يخرجوا للعمل، ويزيد من ذلك قله المساعدات الغذائيه المقدمه من المنظمات الانسانيه للسكان في مناطق شمال غربي سوريا. ثانيا الكثافه السكانيه العاليه وخصوصا في المخيمات، اذ يعيش في المخيمات المنتشره بارياف ادلب وحلب اكثر من مليون نازح، ما يصعب اجراءات العزل والتباعد الاجتماعي. ثالثا عدم قناعه شريحه كبيره من سكان شمال غربي سوريا بان فيروس كورونا قاتل ما يدفعهم الى عدم ارتداء الكمامه بل والسخريه احيانا ممن يضعها